أولى مراحل شارع شاكر العاني في الحرية تشارف على الانتهاء بعد إتمام مد شبكات الصرف الصحي وإكساء الشارع ورصف جوانبه لتصل نسب الإنجاز إلى أكثر من 90%. هذا الشارع الآن عرضه 14 متر، طوله بحدود 600 متر. الطبقة الأولى من الأسفلت أمس باشرنا بها وأنجزناها لحد الليل، كان العمل بها مستمر. مساحة المساحة اللي تم تبليطها حدود 8400 متر مربع. هناك مناطق جديدة سيتم المباشرة بها. هذا اليوم تم تسليم قاطع استرايدات ضمن بلدية بوب الشام لوزارة الدفاع لغرض المباشرة بهذه الأعمال. إلى الشوارع الفرعية والجانبية، حيث باشر فريق الجهد الخدمي بربط وتسوية شبكات الماء الصالح للشرب، فضلا عن إكساء الأزقة بالكونكريت المقرنص ليضفي جمالية خاصة بعد تعارض دخول آليات فرش الإسفلت بسبب ضيق الشوارع. هسه التمسنا عمل حقيقي، هل يشوف قدامك والإعلام مالكم، يعني أمانة الله فرحة هاي العوائل، وهاي لأن هاي مناطق كانت فقيرة ما عندها، ما حد واصلها نهائيا. كان المواطن مظلوم بهاي المنطقة صراحة، يعني هسه إن شاء الله أكو تحسن، أكو بادرة أمل. هسه الحجر الأساس لأي شغلة تسويها المفروض شنو بنى تحتية، كانت ما عندنا، معدومة صفر. هسه لا، إن شاء الله أكو فالتوجه جديد. وتستمر عملية رفع التجاوزات وفتح الطرق وتجهيز المناطق بالمحولات الكهربائية والتوسع في طبيعة الخدمات المقدمة بدخول آليات وزارات جديدة وانضمامها إلى حملة إعمار المناطق المحرومة والمعدومة الخدمات. من بغداد، زيد الطائي، قناة العراقية الإخبارية.